معنا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم اللقاء الأستاذ إبراهيم القاسم يتحدث. اليوم كان فيه اجتماع مع ممثلي الأندية الأربعة بالإضافة إلى مدير المنتخب الأول الأستاذ حسين صادق. الاجتماع هذا كان المغزى منه هو أخذ مرئياتهم، مرئيات المنتخب وأيضا مرئيات الأندية الأربعة في حال إعادة جدولة المباريات، فما هو الحل الأمثل؟ والسبب أن بيكون إن شاء الله يوم الأحد القادم فيه اجتماع مصيري في دولة الإمارات بحضور بعض ممثلي الاتحادات غرب آسيا وأيضا الاتحاد الآسيوي. سيتم فيه مناقشة احتمالات تأجيل المباريات وخيارات إقامتها. الخيار المتاح الآن بحكم أن تم تأجيل الجولة الثالثة وأيضا تم تأجيل بعض مباريات الجولة الرابعة بحكم أن أنديتنا ستتواجه مع أندية إيرانية فتم تأجيلها. الخيار الآن أنها تقام محل مباريات دور ال 16 اللي راح تكون في شهر نهاية شهر ماي شهر 5 وبداية شهر 6، بحيث أنها تقام هذه المباريات محل دور ال 16 ومباريات دور ال 16 ترحل إلى الموسم القادم. هذا واحد من الخيارات واللي ستتم مناقشة الاتحاد الآسيوي فيه. أيضا اسمحوا لي على الإطالة، أيضا هناك أيضا تصفيات كأس العالم كما حصل، يعني الاجتماع هذا اللي سيعقد إن شاء الله يوم الأحد تم انعقاد اجتماع مماثل في شرق آسيا، وتم الاتفاق في شرق آسيا فيما بينهم بتأجيل مباريات تصفيات كأس العالم في شهر 3 وشهر 6. في شهر 3 لدينا مباراتين، المنتخب السعودي أمام منتخب اليمني في المملكة وأمام سنغافورة في سنغافورة، وفي شهر 6 عندنا أيضا مباراتين مع فلسطين وأوزبكستان هنا في المملكة. الخيار المطروح الآن أو قد يطرح من الاتحاد الآسيوي أن يتم تأجيل الجولات هذه كلها بحيث أنها تلعب في سبتمبر وأكتوبر، لكن الخيار اللي حنا نفضله أن يتم تأجيل الجو أو أيام الفيفا الأولى اللي هي في شهر 3 وأن تلعب شهر 6 في وقتها. فبإذن الله يوم الأحد القادم إن شاء الله بيكون فيه قرارات يعني تهم جميع الأطراف إن شاء الله، وبإذن الله أن نصل إلى حل مرضي للجميع بإذن الله. اجتماعك أستاذ إبراهيم مع الأندية الأربعة كان اجتماع تحضيري للاجتماع الأهم؟ صحيح، كان اجتماع تحضيري بحيث ناخذ مرئياتهم ونحاول ان يعني نستصدر فيها قرار من الاتحاد الآسيوي بما يتماشى مع رغبات الأندية. أستاذ إبراهيم القاسم ألف شكر لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية.